افريقيا لمده طويله كحارس مرمى. للاسف ما كانش لسه فيه بقى الجوائز اللي هي احسن جون في افريقيا واحسن كان احسن لعيب بس هي الموجود، ولكن كابتن حسن علي من الشخصيات الجميله جدا ورمز من رموز نادي الترسانه، فاهلا وسهلا بيكم. كابتن حسن في شقين، شق رياضي وشق بني ادم. في الشق الرياضي كابتن حسن وهو لعيب انا ما حضرتوش وما كانش ليا الحظ ان انا احضره يعني، ولكن حضرت وانا صغير وهو كان مدرب في الدرجه الاولى مع الكابتن بدوي والكابتن يحيى السيد ومدربين كتير، مش عايز انسى حد لانهم اساتذتي وعلموني وتعلمت منهم كتير. كابتن حسن كان بمثابه المدرب والاب في نفس الوقت، فكابتن حسن كان بيراعي الناشئين في نادي الترسانه ومن اكثر المدربين اللي كانوا بيتبنى فكره ان الولاد النادي هم اللي يبقوا موجودين وهم اللي يلعبوا. في حراس مرمى كتيره قوي تعاقبت على الكابتن حسن وفي وجود الكابتن حسن كمدرب، فعمل منهم شيء وعمل منهم اسطوره لدرجه ان الناس دي عملت اسمها بناء على الشغل مع الكابتن حسن علي. ده نادي الترسانه، نادي الترسانه بعيد عن نادي الترسانه، كابتن حسن مسك في نادي المصري وعمل طفره في نادي المصري مع كابتن حلمي طولان، مسك مع كابتن علي ماهر، مسك في انديه كبيره جدا، مسك في الاولمبي كمدير فني برضه لحراسه المرمى، عمل طفره كبيره قوي. مش انا اللي هتكلم على كابتن حسن علي، احنا نقعد ايام واسابيع نتكلم في انجازات كابتن حسن علي.